عندما تسير بين أروقته تشعر وكأنك تسير في فضاء يملأه الفكر وتتطاير فيه الكلمات. ستلمس بين صفحات الكتاب المتراصة على رفوفه لحظات التأمل وساعات الجهد الطويلة التي عاشها كل كاتب وضع اسمه على كتابه. معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يمثل البوابة الرسمية للثقافة المصرية، هو الحدث الذي ينتظره الآلاف كل عام، وفي 2024 تأتي نسخته 55 ليواصل إمداد جذور التواصل الثقافي بين مصر وسبعين دولة، ويفتح قاعاته لاستقبال أعمال 1200 ناشر و 5250 عارضاً. شخصية المعرض هي عالم المصريات الكبير سليم حسن، الذي لم يقدم لمصر فقط اكتشافات أثرية هامة، ولكنه أيضاً قام بتأليف أهم الموسوعات المصرية، وهي موسوعة مصر القديمة في 16 جزءاً. ويستضيف المعرض النرويج كضيف شرف، وتعد النرويج واحدة من أكثر الدول الأوروبية في الإنتاج الثقافي، وهي موطن الكثير من الأسماء اللامعة في عالم الفكر والأدب، ولديها اهتمام خاص بأدب الطفل، وهو المجال الذي يمنحه معرض القاهرة للكتاب عناية خاصة، ويخصص له معرضاً بداخل المعرض. لديه فعاليات موازية وشخصية يطلق اسمها عليه، وقد اختيرت هذا العام لرائد أدب الطفل يعقوب الشروني. ويستحدث المعرض في محاولة التسهيل على زائريه طريقة الدفع الإلكتروني، كما يوفر خدمة توصيل الكتب للمنازل. ويظل معرض القاهرة الدولي للكتاب لأكثر من نصف قرن ليس فقط ثاني أهم معرض للكتاب في العالم، ولكن الساحة المرحبة بعشاق القراءة، والنافذة الواسعة للمبدعين، والملتقى الرسمي للفكر والثقافة في مصر والوطن العربي والعالم.